السلام عليكم. هذه حالة صدفية زي ما نشوفه قدامنا. طبعا الشفرة الصدفية يعني منتشرة بالمرفق. طبعا هي بتكثر عادة في المناطق اللي فيها يكون فيها احتكاك. فحاجة اللي مميزة طبعا الصدفية انها هي تلقى في منطقة احمرار وتلقاها مرتفعة نسبيا على بقية الجلد، وطبعا فيها قشور بيضاء. عادة القشور متاع الصدفية يعني ما تكون يعني صعب انك انت تشيلها، او احيانا في الغالب يعني. والمنطقة تبان كأن الجلد يعني يبان كأنه متشقق بالشكل هذا. طبعا السبب الرئيسي للصدفية مش معروف، في عدة نظريات وعدة عوامل تساعد على الصدفية، بس السبب الرئيسي مش معروف. طبعا الحاجة المميزة للصدفية هي زي ما قلنا أكثر من مرة، يقولوا لها ظاهرة كوبنر، اللي هو في عالم أو طبيب اكتشفها أو وصفها أول مرة، اللي هو كل ما المريض يحك الجلد أو كل ما الجلد يتعرض إلى صدمة فتطلع حب جديد يعني. فلما تلاحظوا تلقاه يعني اللي يطبع خط مستقيم، فلما المريض مثلا يحك جلده نتيجة الحكة تطلع له حب جديد. نفس الشيء إذا كان مثلا جرح روحه زي ما نشوفه هنا، المريض جرح روحه فيطلع احمرار والتهاب على نص الخط. فهذه واحدة من المشاكل اللي تواجه الصدفية، ومن الحاجات اللي نقدر نشخصها الصدفية. شكرا.